الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص التوت الأبيض في المنام علامة على الزواج القريب لصاحب الرؤيا. إذا رأى الشخص التوت الأبيض في المنام علامة على المنصب الكبير الذي يصل إليه الأيام القادمة. إذا رأى الشخص التوت الأبيض يأكله وهو في عمله علامة على ترقية في العمل أو مكافأة مادية كبيرة في هذا العمل. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل التوت الأبيض مع زوجها علامة على الحياة الزوجية السعيدة المستقرة والله أعلم. رؤية تناول التوت الأبيض للفتاة العزباء علامة على الزواج من إنسان صالح وسري والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل التوت الأبيض في المنام في بيته علامة على انتهاء المشاكل والأزمات من هذا البيت والله أعلم. أما رؤية التوت الأحمر في المنام علامة على المنصب الكبير العالي الذي يصل إليه صاحب الرؤية الأيام القادمة. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل التوت الأحمر في بيتها علامة على السعادة الزوجية المستقرة والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أنه يأكل التوت الأحمر علامة على الارتباط أو الخطبة القريبة من فتاة حسنة المظهر وجميلة في الشكل والله أعلم. حلم التوت الأحمر في المنام إشارة على الأموال الوفيرة التي يحصل إليها صاحب الرؤيا بكل سهولة. رؤية التوت الأحمر في المنام علامة على المستقبل الوفير المشرق القادم لصاحب الرؤيا. أكل التوت في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤيا والله أعلم. ومن يرى في حلمه أنه يقوم بأكل التوت إشارة على انتهاء الاضطرابات والمشاكل من حياته هذه الأيام. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل التوت علامة على اقتراب الزواج والخيرات القادمة لها والله أعلى وأعلم. رؤية شجرة التوت في المنام علامة على الأشياء المثمرة السعيدة في حياة صاحب الرؤيا الأيام القادمة والله